زينك جاي لهون ما أنا فكرة منيحة أبدا. نحن خلصنا من هالموضوع، برأيي حاجة نقاش هلا. زينك مساء الخير. ستي فوق ماما. خير. ستي بالصالون أمي. إيه صاير شي؟ لا ما في شي. يلا عزراء. شوفي بتلفي هي من هون وبعدها تنتين لفوق ووحدة لتحت. خدي. طيب خليني جرب. عم بشتغل صح؟ والله الظاهر كل اللي بهذا البيت عم يطور مهاراته. حلو. يا ريت لو كان فيني اشتغل بطانية كبيرة وملونة. الأحسن ما تتمني على الفاضي مليس، ما رح تزبط معي. جربتي قبل هالمرة؟ لا لا هاي المرة أنا مصرة. ستي شو بدك فيها؟ شو رأيك بحديث أخي الصبح؟ ما كان ظريف كتير؟ حسيت حالي جاي على بالي صرخ وقول إيه هذا هو أخي هذا هو. كانت الحركة بتطلع تريند. قصده يقول إنه كان فخور فيه كتير. آه. أوه شوفوا مين إجا. مساء الخير. مرحبا. مساء الخير يا جماعة. أهلا وسهلا بنتي. أهلا فيكي. ما توقعت إنك رح تجي. قلت بيجي بقلكن الحمد لله على السلامة بعد ما انحلت المشاكل، مع أنه ما قدرنا نساعد كتير بس فرحت من قلبي. ها شو بدكن تعملوا أكتر من هيك؟ أنتوا عملتوا المطعم مثل الوردة، شو في أكتر؟ المعلم فرحات قال لي يسلم إيديكم. لا يا روحي ما عملنا شي أبدا. ستي بالمناسبة عزراء رح تبقى عنا اليوم. انبسطت بجيتك، بس يا ريتك جيتي بوقت أبكر، كنا أكلنا مع بعض. بالحقيقة أنا ما كنت مفكرة أجي لهون أبدا. صاير شي؟ اجوا أهلا لمينة ستي، وعزراء طبعا ضبت غراضة وراحت على أوتيل فورا. أنا ما طوعني قلبي فرحت جبتها وأجيت لهون. ما قصرت ابني. ايه طبعا، يعني شو في داعي للأوتيل؟ أساسا أنا لازم استأجر بيت لحالي، لازم استقل. تستأجري شغلة بسيطة، معناها خلونا نشرب شاي. طيب أنا بجيب الشاي بالإذن منك. عن جد وقحة رجعت اجت من جديد. ألو سمرة، والله أنا رح جن من هاي البنت. طيب اهدي شوي، اهدي واحكي لي شو صاير. اجت عزراء قبل شوي وقال بدها تضل هون اليوم، وجينك حضرته هو اللي جايبها كمان. يعني ما بعرف مبين أنه نتصالحوا. هاي البنت بتقلعيها من الباب بتنطلك من الشباك. تخيلي هلأ يخبروا مرت عمي والكل عن علاقتهم، والله أنا ساعتها بجن. ماني عارفاني شو لازم أعمل لأخلص منها. عم تقولي تصالحوا؟ أنتي متأكدة؟ بما أنهم جايين مع بعضهم معناتها على الأغلب تصالحوا. إيه مزبوط طبعا. واثنيناتهم مبينين آخر رواق. والله أنا ما بقى عم بفهم ابني أصلا، لسه من يومين كان عم بيقاتل بالشوارع بسبب هاي البنت، والشركة على شوي كانت رح تفلس وسمعتنا صارت بالأراضي، وهلأ نسي كل شي وجايبها لعنا بكل عين وقحة. شو أعمل سمرة؟ لهالدرجة يعني؟ عن جد غريب. إيه سمرة لهي الدرجة وأكتر. لو ابني مانه بالموضوع كنت حطت هاي البنت بإيدي وقلعتها من البيت، بس مشان ما تجرحي ابنك ما فيك تحكي شي. بس أنا ما رح أسكت أبدا، بدي لاقي طريقة وحل هالموضوع من أساسه وأخلص من هالقصة بقى. تمام يا روحي تمام، أنا هادي. بعتذر يمكن وجهت لك راسك معي انت كمان، برجع وبتصل فيكي بعدين. باي. خير بس ما يكون في شي مشكله. في عزراء رجعت من جديد على بيت الست فريده. كيف يعني؟ هلا انت ما حطيتي عليها شرط واضح وصريح؟ اشترطت عليها طبعا، هي عم تلعب معي نظامي، مفكره انه هيك الموضوع. يعني هي هلا عم تفكر بما اني كسبت محبه مارت ليش ما ارجع لجنك. بس لا، مفكره ما حدا ذكي غيرها. أنا رح أورجيها شو يعني تلعب مع سمرة. عن جد أنا ما عم بفهمها لهالبنت، شو هالوقاحة هي؟ أنا بعرف كتير منيح كيف بدي كسر لها راسها. شو بدك تعملي سمرة؟ إذا ما فيها غلاظة مني فينا نمشي هلأ؟ أو ممكن توصلني على القصر؟ إيه دقيقة بس اهدي شوي وقرري بالأول شو بدك تعملي. ما فيك تروحي لهنيك وأنت معصبة هيك، ما بصير تحاسبيها قدام العالم كله. وليش لحتى أعمل هيك؟ أنا ما بكشف حالي، أنا بس بدي ورجيها شو يعني إنها تلعب مع السمرة. يلا. عنك يا روحي. شكرا لك. ما
عزراء، ممكن نحكي شوي؟ شوفي ميليس، أنا ما أجيت لهون لحتى أعمل مشاكل، أنا بدي أبقى شوي وروح، فلو سمحتي بلا ما نتخانق مع بعض، لأنه ما عندي صبر وطاقة أبداً. أنا ما بدي خانقك ولا إزعجك أبداً، بس بدي إني ما عاد أقلق على أخي. إيه بفهمك، وأنا آسفة على اللي صار. طيب ليش سمحتي له يروح على المصارعة؟ مفكرة لو إني عرفت كنت سمحت له يروح ميليس؟ مفكرة إنه منظر الجروح على وشه عاجبني؟ لما شفت صور أخي وجعني قلبي وانقهرت كتير. أنا ما شفته بحياتي ضعيف ومقهور لهالدرجة هي. صدقيني وأنا كمان زعلانة كتير. بتوقع إنه لما الواحد يحب لدرجة إنه يتخلى عن حاله معناته هو عشقان عن جد. يعني بصراحة أنا بالبداية ما فكرت إنه مشاعره تجاهك قوية لهالدرجة. كنت أقول انفصلته وبكرة كم يوم وبينسى. رح ينسى بالآخر، ما في حل تاني. صح الموضوع صعب بس بينتهي مع الوقت. كيف يعني عزراء؟ ليش ما تصالحتوا لما شفتكن جايين؟ لا ميليس، الموضوع انتهى. ايه كيف شفتي لي المطعم الجديد؟ عجبني كتير خالة سكر. آية الرزق ان شاء الله. ان شاء الله علينا كلنا. هذا المطعم رح يكون بداية جديدة إلنا كلياتنا، فرصة جديدة وأحلام جديدة. وأنا هيك عم أقول، إن شاء الله كمان رح يصير في عندي بيت أقدر عيش فيه أنا وأخي مارت. إيه بيصير طبعاً، منرتبه بطريقة حلوة ومنجهزه ومنعمله أحلى بيت. رح أقول لحسن خليه يبلش يدور على بيت ظريف. خالة سكر، أنت وقفتي جنبي كتير لحد اليوم ودعمتيني كتير. أنا عن جد مو عارفانة كيف أوفيكي حقك، بس أنا صار فيني وقف على رجلي لحالي. أنا قلت لك أنتي بنتي طبعاً رح وقف جنبك حبيبتي. شو فيها هي؟ بعرف بس قصدي أقول، نحن ليش بلشنا بهاي اللعبة؟ مشان جينج وأخواته يوقفوا على رجليهم ويتحملوا المسؤولية، ومشان يتمسكوا بعيلتهم ويعرفوا يدبروا أمورهم، صح؟ وهلأ أنا عم أطلب نفس الشي. أعطيني مجال، خليني شوف شو بقدر أعمل لحالي، خليني كافح لعيش مع أخي مارت، خليني أثبت وجودي. معك حق بنتي، أنا لازم أعطيكي فرصة لحتى توثقي بحالك وتنجحي، بس الأمومة هيك. نحن الأمهات منحب نشوف أولادنا عم يكبروا ويوقفوا على رجليهم كمان، بس قلبنا ما بيتطمن ومنضل لاحقينهم كل الوقت، ومنحاول نعمل الشيء اللي لازم ينعمل. مع أنه أكبر فرحة للأم إنها تشوف ابنها عم يمشي لحاله. ومشان هيك أنا حابة ورجيكي شو بقدر أعمل لحالي خالة سكر. طيب بنتي، هذا الحكي منك فرحني كتير، بس لا تنسي أبداً إذا وقعتي بأي مشكلة أنا جنبك دائماً. بالإذن منك. إيه بنتي تفضلي. عزراء مارت منيح، رحت على البيت وسألت عنه، لا تقلقي. جينك كمان حكى مع سومرة أصلاً، شكراً. في شي مهم؟ لا ما في شي، بس قدير عم يسألني إذا قدرت أحكي مع فاطمة أو لا، وأنا ما قدرت حاكيها للأسف. أول شي أنا كتير تأملت، بس بعدين أنا قطعت الأمل من زمان خالة سكر، وضع سيء كتير عن جد. طالما ما طلعت الروح ما تقطعي الأمل بنتي،